تشاهدون في برنامج ما يسطرون كتاب فشل الديمقراطية في العراق الذي صدر عن دار راوتليج في بريطانيا. هذا الكتاب أعتقد أنه مهم لأنه يستعرض تجربة عربية في مجال إقامة نظام ديمقراطي حقيقي، وهذه التجربة جرت في العراق، وأنا واكبت هذه التجربة منذ البداية وأيضا شاركت فيها. لا يمكن أن تقوم الديمقراطية دون وجود دولة متماسكة، فإن وجدت نزعة انفصالية في دولة ما فإن الديمقراطية لا تترسخ في هذه الدولة. وهناك في بلداننا العربية في بعض المناطق هناك نزعات انفصالية. ما يسطرون يأتيكم في الأوقات التالية.